فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي نحكيه على البطلة التونسية المتألقة في المدة الأخيرة أنس جبر بعد بلوغها المركز الثامن عالميا ودخولها للتوب 10 في تصنيف دبليو في تي ا لاعبات التنس المحترفات. للأسف إصابة جات في وقت سيء جدا للعبة، كنا تقريبا التوانسة الكل عاملين عليها برشا كيف، جات في وقت اللي هي تتألق فيه بدرجة كبيرة. على كل حابين نتمنوا على صحة أنس أكيد مع المدام سلمى المولي رئيس الجامعة التونسية للتنس. مدام أهلا بيك. مرحبا بيك ومرحبا بكل المستمعين ومستمعات إكسبريس إف إم. مرحبا مدام. دونك أول حاجة أكيد تواصلت مع أنس، نعرفك باتصال دائم بها، طمنا على صحتها تو. يعطيك صحة. مالوغوزمون أنت في المرحلة الأخيرة، نجم نقولوا في الشهر الأخير ولا في الأسبوع الأخير اللي كانت باش تدخل في الريس بارمي لي 8 بروميير، جاتها إصابة في يدها اللي هو يتسمى بالتنس تنس البو. بون سي لو كومول دو فاتيك، كيما تعرفوا أنت كل جمعة كانت تقوم بمباريات، مباريات كبرى كانت تحتك بلاعبات بمستوى عالي، و bien sûr هذا يمكن صرا ان بو بيرتوربي او نيفو دو سون بوانيي لي دابري شحكيت مع اونس كان كذلك مقلقها ملي هي في انديانس ويلز، مي ما كانش توجع فيها برشا كي الاصابه ولا توجع برشا قررت هي بيان سور والطاقم الفني نتاعها باش انها توقف وان شاء الله تروح لتونس وتتلقى كل معناتها لي سوان وترجع لنا ان شاء الله في فورما. نعرفوا نحن تقريبا في البريود الاخرى نتاع الموسم نتاع التنس، ما عرفش الاصابه نتاعها باش تخليها يوفى السيزون نتاعها ولا باش ترجع قبل ما يوفى الموسم. والله ما سالتلهاش السؤال هذا، مي اون برانسيب صعيب ياسر تعاود ترجع على خاطر هي توا باش تروح لتونس والتورنوا جاي جوست بعد التورنوا نتاع روسيا سي لو ديرني تورنوا دونك اونكور اون سومين. احنا نتمناو اللي في ساعه تتلقى معناتها تشوف لي ميتسان نتاعها وداوي الاصابه هذه، مي سافا اتر تري تري ديفيتيل مالوغوزمون باش يوريك لانها الرياضه واقفه في حكايه فارغه في اصابه صغيره كسوا للاعب التنس ولا كره القدم، هذاك لازم ديما العبد يحافظ على روحه وكما شفت احنا نقولوا دفع الله ما كان اعظم. باهي مدام، حاب نسالك على انس جابر، تقريبا الاصابه هذه دونك باش تخليها تغيب شويه على الميادين، ما نجموش نعرفوا قداش معناها في حسب ما فهمت كلامك في التوا معناها هكا ولا؟ احنا توا في كره المضرب سي فان سيزون دونك كانت عندها دوره هذه ودوره اخرى ومن بعد تدخل في تحضيراتها للموسم القادم وكان باش تكون اخر دوره لها هي الماستر، احنا نتمناو وتكون من ضمن الثمانيه الاوائل. دونك احنا في التنس كما تعرف في pratiquement fin novembre tout faire les compétitions, char décembre c'est une période de préparation pour la saison prochaine. Donc elle a fini en beauté un grand parcours عام متألقت فيه خرجت فيه مهاراتها مؤهلاتها ورات للعالم كامل انها بطله باتم معنى الكلمه، ورات اني معناتها لامبوسيبل ني با كوا تونيزيان سي باتو اخر دقيقه. كل جمعه راهو لازم الناس واللي يسمعوا فينا يعرفوا اش معناتها يا اسلام، كل جمعه معناتها هي توا تكمل دوره تتنقل دوره اخرى، تصور من القاره الامريكيه تعدي ديريكتومون للقاره الاوروبيه، اون ادابتاسيون معناتها سي فريمون انا نقول تضحيات كبرى وكبرى جدا. هذاك علاش كيما تشوف لو شونجمون دو كليما لو شونجمون دو سيرفاس، تلعب مثلا ساعات انسايد تلعب برا تلعب الداخل تلعب سيرفاس رابيد بيان سور، هذوك الكل عندهم دي ريبيركسيون سور سون فيزيك سور لا بليسور سورتو كو سيت اني اونس ما شاء الله براتيكمون لا جوي توت لي سيمين دو كالندريي، وهذا هو اللي خلاها تقدم في التصنيف العالمي نتاعها وتوري للعالم اللي انها قادره باش تربح لاعبات كيما شفت مصنفات رابعه وخامسه. واحنا نقولوا برافو بور اونس، مي هذه حاجه اقوى منا، هذا ربي سبحانه بون الى بولو كي اون بليسور، هذيك هي اللعبه يعني تي دو تو اكسبتي دون لو جو. تنجم تاثر على الكلاسمون نتاعها مدام الاصابه هذه؟
با بوكو مي ما نصورش برشا نهار اثنين جاي عاود يخرج التصنيف جديد خاطر كي تبدا خرجت مضروبه مش كيما خرجت خاسره فهمت دونك لا اون فاتوندر نستناو التصنيف الجديد نتاعها مي اون توكا اون سي تري بيان كيل ميريت لو كلاسمون نتاع الثامنه وميم احسن وحتى كان تاعت هي الميريت الثامنه على خاطر سي اكوز من بليسيور واصابه جاتها في اليد وهي معناتها قررت انها توقف باسكو التنس الكو معناتها كان تزيد برشا الوجاعة تنجم ميم سا بو افواغ اون ريبيركسيون سور سا كارييغ هي توا داخله تحضير موسم جديد ان شاء الله موسم صعيب باش تكون هي في لي توب 10 موسم فيه دي زوبجيكتيف اخرين فيه اهداف كبرى اليوم لو باليي اي تري تري او دونك القرار يرجع لها بيان سور ليها وللطاقم الفني نتاعها. اكيد مدام نحن نسالك على البيرفورمانس نتاعها في المده الاخيره، شنو اللي خلى اونستا توصل للمرتبه هذه؟ معناها شنو اللي فيها ما عند ماهوش عند رياضيات اخرين توانسه والا سوا توا ولا حتى قبل؟ معناها مرتبه ثامنه عالميا في التنس مش حاجه سهله. اول حاجه تجي لبالك نسالك السؤال هذايا نتاع الحاجه العامل المهم اللي خلاها توصل لهذا شنو؟ هي الراحه النفسيه، احنا نقولوا كي تلقى الراحه النفسيه كسوسوا مع الطاقم الفني نتاعها ملي ولا راجلها يتبعها مع عصام جلالي، علاقتها الباهيه مع الجامعه التونسيه اللي دافعت عليها اللي دفعنا حتى باش تاخذ ان بون بودجي اوبخي دو مينيستير، هي زاد خذت ثقه اكثر في روحها ولات ناضجه على ميغي اي بي خرجت. احنا اليوم اسلام برشا وقت ضاع الانس من منذ 2011 كيما شفت هزت رولان كاروس، ما كانش ايمان فيها كبير، ما خلوهاش تخدم في اريحيه، الا في با ما كانتش عندها الموارد. دونك اليوم الحمد لله ملي تمسكنا الجامعه مع تحولنا باش نحيطوا باللاعبين الكل، اللاعبين البروفيسيونيل. هي زاده مدام هي زاده طورت برشا، اللي حتى تشوف البدن نتاعها فيزيكمون شوفوا ضعفت برشا على كيما من وقت اللي هزت رولان كاروس ولا؟ يعني هي ضافت برشا، وهي كيما انا كنت نقول يا اسلام اليوم الطاقم الفني نتاعها راهو من احسن طاقم. اليوم عصام الجلالي ما نحبوش احنا نحكيو على سي في دي زونترينور، سي ان دي ميور زونترينور، مي احنا توجور اون كريتيك. نرجعوا لكريم كمول، كريم كمول دكتور، إلي اون دكتوراه، معناتها سي كالكان اللي عمل الماستر نتاعو توا في قاعد يقرا اون دكتوراه، اللي اليوم لي سيونس دي سبور والتوسكي سيونتيفيك هو إلي ميتريز، اليوم يخدم في خدمة طيارة مع أنس. تشوفوا الأنس كيف تحسنت فيزيكمون، أنا معناتها نسافر معاهم ساعات ونشوف فريمون سي أن ستاف بروفيسيونيل اللي لحمك يقشعر، معناتها أنا كي نراهم نقول جو سوي فيير دو مون بيي إي جو سوي فيير معناتها من المدربين التوانسة اللي ديما نقلوا فيهم، اللي ديما كان خسرت أنس لازمها تبدل. اي صحيح، هو تأكيد لكلامك مدام، تأكيد لكلامك، ظهر لي الناس هما اللي وصلوا بها، ظهر لي كانت في الخمسين هي هما وصلوا بها المرتبة، مانيش غلط كانت في الخمسين مع قبلهم هما ولا؟ صح قبلهم هما في هما وصلوا بها للثامن، معناها إذا كان مش هما ما نصورش معناتها كانت تنجم توصل واحدة. دونك مادام نجموا يوصلوا بها لهنا فماش علاش معناها باش تبدل، معناها قاعدة تتطور الطفلة ما شاء الله عليها. يعطيك الصحة، نزيدوا نخلوا بوتيت خاطر كي ريكوبيراسيون حاجات صغار، مي اليوم راهو الراحة النفسية عند اللاعب سورتو لاعب التنس، خاطر لاعب التنس التنس هي رياضة فردية، رياضة اللي الجانب النفسي يلعب دور كبير. اليوم المدرب لازم يكون فما تفاهم كبير مع اللاعب، فما تفاهم وفما برمجة تتحط مع بعضها. إذا كان يرقى الأريحية يخرج اللي عنده أنس. اليوم المهارات موجودة، زيد حسنهم عصام، زيد خدم لها التكتيك كريم، معناتها أنا اليوم شكر خاص كريم أمون، راهو أنا نحب نقول لكم إيش يعمل معاها، هو المعد البدني، هو المعد الذهني، يتحمل راهو زوجها بعد باش يكون يفي لا باغ دي شوز، فريمون شابو با، راهو اليوم باش نرقاو معناتها لاعبة في التوب 10، معناتها زوجها هو المعد البدني، هو يجمع كل شيء، ساعات حتى مدلك مش مدلك معناتها هي ما عندهاش، هي عندها مي سي كالكان اللي انس يعرفها قطعه قطعه واللي قاعد يقوم بدور كبير، دور في الخفاء يخدم به. عصام اللي انس مشيت له وحبت تدربها، عصام ذو كفاءات عاليه، خدم في تونس، كان لاعب كاس ديفيس، عنده اكبر لي ديبلوم. مي احنا اليوم مالوغوزمون اسلام
نفهم نفهموا في كل شيء التوانسه نحن، فوت باسكيت هون تنس كل نفهموا فيه، بدل لونطرونير نفس الحاجه معناها. اي وانا ساعات نضحك يا اسلام ولو يعملوا دي بلاتو معناتها ميم دي بارفوا تيلي ولا راديو، فما اون بتيت راديو اليوم قاعده اون باغالي يعملوا دي بلاتو ويكومونتيو في حاجات خالطه، يجيبوا اولاد الميدان باش يحكيوا، يجيبوا مدربين التنس، عيطوا الجامعه تبعث لكم مدير فني المدربين. اليوم احنا الرياضه هذه خذت شعبويه، اليوم انس خليت عدد المجازين يكثر. صدقني البارح عن كلوب كلمني قال لي رئيسه ما عادش عندنا اقبال كبير، جي كات كو قال لي عندي 300 يمكن باش نرجعهم. لا مدام ودون مبالغه تدخل القهوه تلقاهم حاطين تنس تفرجوا في انس، ماهيش حاجه سهله راه، هذه مش مره مش اثنين مش ثلاثه، راه ندخل القهوه نلقاهم حاطين تفرجوا في انس راه. يعطيك الصحة. أما إحنا اليوم الحقيقة كجامعة ما ماناش ماخذين حظنا حظ كبير، ومعناتها إحنا الحمد لله تعبنا وجبنا مواردنا وحدنا ونظمنا دورات دولية، وبالعكس يا إسلام معناتها صحت مومون كنا مستهتشين معناتها ما خدمنا، وحتى أنس أنت تعرف معناتها صحت مومون ما أمنوش بها، صحت مومون إيلون كريتيكي، مي إحنا سكرنا وذنينا والحمد لله نو سوم دي زوم دو تيران، معناتها التيران عشنا فيه والتيران تربينا فيه وولاد الميدان قعدنا نخدموا، خاطر اليوم كي راهي تونس تهزت كي اسم تونس في بلدان ما يعرفوش هو تونس وين تجي، يقولوا لها وين تونس. هذه هي الغايه نتاعنا اليوم، سفيره تونس اليوم سوق تونس، اليوم نحكيو على السياحه الرياضيه، واحنا توانسه ونغيروا على بلادنا، ونشكروا اي انسان ساندنا وساندها هي وخليها تقعد في الراحه هذيا. لكن المشوار بزيل بعيد، ونداء اللي يسمعوا فيا اللي نعرف الرياضه ماشنا اولويه الدوله، اما يظهر لي الغيورين على انس واللي انس دخلت لهم البهجه اليوم، يظهر لي لازم يغيروا يقولوا انس لازمنا ننظموا لها دوره اليوم. هذا مدام هذا سؤالي اللي كان، مدام عندنا لاعبيه بالمستوى لاعبه بالمستوى هذه، ما نجموش ننظموا دوره باش انس تلعب قدام جمهور على يعني في تونس، ما نعرفش نجيبوا لاعبات ما نعرفش. هذه اديتنا الدوره ذو 500,000 دولار كما اللي لعبتها في امريكا، في الدول المتقدمه وصار تجري باش تنظم دوره، خاطر لا فيزيبيليتي ولي غوتومبي ايكونوميك توريستيك تاع تنظيم دوره فيها بطله، هما برانسيب هما يتجراو ورايا باش تقول لي مدام سلمى نظم، انا نجري عطيني نظم دوره. اليوم ما فماش بنيه تحتيه، وقلت لكم من المره اللي فاتت حبينا نكريو تيرانيت سيتي اون بي 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 اللي انه باش نعاودوا نرنوا الملاعب، ملاعب في حاله لا اراك الله، لا بروفوني كاس العالم باش نلعبوها في نادي التنس بتونس ومشكورين. اليوم يخليونا يعطيونا بنيه تحتيه، الجامعه ما عندهاش ملاعب، نكريو من السيتي على 25 سنه، ننظموا نحسنوا الملاعب، نعملوا خاطر دي كريتير بور اورغانيزي دوره كبيره، وتو قدرت ربي 2022 ننظموها الدوره هذه. اليوم يا با اون تري غراند فولونتي، انا ان شاء الله مع الوزير الجديد اللي هو اخونا ونعزوه اللي هو ولد الميدان اللي هو كمال دكيش يزيد يدز معانا. حكيتوا معاه مدام قبل في الموضوع هذا ولا؟ انا في كمال وقت اللي شد حكيت معاه شويه، وبعد حكينا اللي جاو بعده، واليوم كان لي لقاء معاه، كنا مشينا اعضاء اللجنه الاولمبيه قابلناه منذ ساعتين من زمان، وبون ما حكيتش معاه تيت تيت، مي قلت لي إلي تان باش الجامعه تكون عندها البنيه التحتيه نتاعها، وإلي تان باش ننظموا دوره كبيره الانس. انت تعرف اسلام المغرب كي كانت عندها لاعبين 14 نظموا دورة كبيرة ذو 250,000 دولار في مراكش. اليوم أنا كي سألوني أنا عضو في الاتحاد الدولي عليه ما تعملوش دورة الأنس، نقول لهم مالوغوزمون ما عندناش ملاعب خاصة، واليوم تجي للسيتي ما يجمش ينظم، يقول لك ما عنديش فلوس باش نعاود الرنن اللي هو يتكلف باش تعاود بالكل، أنا نقول لك مليار ونص، أنا اليوم عندي الموارد، خدمت عليهم، تعبت عليهم، جبت دورات لتونس، نسافر باش نجيب، خدمت دبلوماسيه رياضيه. اليوم ما تراني عندي عام نتكلم بون اوكي يسمعوك يتعاطفوا معاك. اليوم لازم عبد يقرر في البلاد، مع تونسيه للتنس يقول اليوم سيتي تاخذها كاريا 25 سنه، مالوغوزمون عباد تجي وتمشي واداره تقف، يا با دو كونتينيتي. قلت حزينا ليه، انا فرحانه بنتائج انس، مي قدرت ربي دورة باش تتعمل، تنرقعوا ونرقعوا كيفاش، اون با تيغان،
اخترنا اسهل طريقه لا وهما هما ملاعب المنزه. انس تكلمت قالت نحب سيتي ناخذوها، نحب نولي نتدرب هوني معناتها ونحب دوره كبيره. اليوم باش ننظم دوره دوليه زوز ملايين النهار في السيتي، باش ننظم دوره وطنيه مليون، جاني كوريه ونجم حتى نبعثه لكم. اليوم شيء يضحك معناتها انا الدوله الوزاره تجي ورايا باش نخدم الدبلوماسيه الرياضيه، انا نجيب 120 دوره دوليه، نجي باش ننظمهم في بلادي في ملاعب المنزه، يقول لي تورنوا انترناسيونال زوز ملايين، انا نعدي زوز اسبوعات نحط 14 مليون، ربي يعطيوني دي زيكسبليكاسيون. دونك الحقيقه ما عادش نحبوا نضيعوا وقتنا، سي اون بيرت انرجي، قاعدين نكملوا نخدموا وما نحكيوش لي ريزولتا يحكي كو سوسوا اونس كو سوسوا صغار. طابت المستير تشوف الدورات اللي ننظموا فيهم، مي اون غارد توجور اسبوار. مشاكل كبيره مدام، ان شاء الله تكون بحذانا نحكيوا عليهم باكثر تفاصيل في مواعيد قادمه. مشكوره مدام سلمى على تدخلك معنا. يعيشك السلام، ميرسي بوكو يعيشك. بس مكملين في بلاي فاصل.